قلب يدق شوقا للتغيير غزة. فها هي مجموعة من الشارع إلى الشارع الفنية تفتتح فعاليات مهرجان الفنون طريقنا بفرقة أوتار الشارع لتعزف اليوم لحنا مغايرا عما اعتاده قاطنو غزة، أملا في تغيير ما طبع في أذهان الآخر عنها وفي جديد يعوزه القطاع لتنفيس مكبوتاته بالفن. احنا اليوم كانت أول انطلاقة لنا مع أيام المسرح، قدمنا مزيج من الفلكلور الشعبي واللون الشعبي اللي الناس بتحبه، عملنا مزيج وزي ما شفت انه الناس حبت هذا اللون اللي عملناه احنا، بنتمنى بالمستقبل لقدام انه الناس تستوعبنا اكثر لانه الشغل اللي جاي حيكون يعني مختلف، كلماتنا والحاننا وشيء خاص فينا. هيك احنا بدينا واحنا بنتمنى طبعا من الكل من الجميع انه يعني كمان مش على عقدنا احنا لحالنا، في كثير من الناس عندها مواهب، احنا بندعو لكل الناس تنضم لنا، احنا من الشارع للشارع مش محصورين في عدد، احنا فيش حدا منا مسؤول عن الثاني، كل حدا عنده طاقه عنده موهبة عنده شيء سواء كان في الوسطى او في قطاع غزه او في اي مكان حتى لو كان في رام الله. انا بقولها لا قصص حارتنا عرض مسرحي ساخر طرح مجموعة من قضايا المجتمع وهمومه بمزج بين الغناء والتمثيل أدته أربع فتيات بعفوية معبرة عن موهبتهن. أنا انبسطت كثير بالعرض، لهيك بدي كل بنات تكون شخصيتها قوية زي ما أنا كنت، بدي إياها كل بنات تقوى أكثر بكثير، يعني تكون يعني صوتها عالي. لم يخلو المهرجان من عروض فنية راقصة عبرت بالجسد عن كثير من الأفكار، ما أضفى حيوية تجلت في تفاعل الجمهور مع العرض. غزة كتير محتاجة لهيك عروض لأنه إحنا مكبوتين، بدنا إيش اللي يفرق طاقتنا، ما بنلاقيش غير المسرح بس هو اللي بفرق طاقتنا عندنا في غزة، فنتمنى أنه يكون للفن قيمة في غزة. آخر العروض كان لمسرحية سبعة أرقام والتي عالجت نزوع الشباب في غزة للهجرة وخطورة ما تحمله من مجهول قد لا تحمد عقباه. أنا رسالتي للناس بالذات للشباب اللي بالضبط انخنقوا من غزة، مش شرط السفر، استغل حالك في غزة، أنا هيني بعمل عروض بقول للناس إن أنا هيني موجود وهي غزة موجودة وبيطلع منها كل شيء غير متوقع. المجموعة الفنية من الشارع إلى الشارع هي واحدة من مجموعات عدة تسعى لتطوير المشهد الفني من خلال فنون الأداء ووسائل التعبير الحر. سبل عدة يشقها فلسطينيو القطاع للتنقيب عن فرح سلب من يومياتهم، مهرجان الفنون طريقنا تعبير حي عن محاولة تمسكهم بالأمل حتى ولو من بين ثنايا الألم. روان السراني، الغد، غزة، فلسطين.